ما يجري يا امه. ترى سمك سمك ما حد ياكل السمك بالشوكه والسكين. ما ادري القفشه شو اسوي خالتي ما اعرف اكل. المهم ايش رايك بطباخي؟ يهبل تسلم يدينك. شوفي اذا تبين علمك قعدي معي يومين بالمطبخ تتعلمي بسرعه. لا لا يا خالتي لا انا بس اعرف اكل ما اعرف اطبخ. يا يمه ما يصير ترى لازم تتعلمين الطبخ معليش. وش حق اتعلم؟ انا شاي ما اعرف اسوي. الله يهداك. على كذي بتقزرونها كلها مطاعم. وش حق مطاعم؟ الله يطول بعمر امي، امي ما ترضى احد يدش المطبخ غيرها تموت على الطبخ. عيسى اقول لها يا يمه خليني اجيب لك شيف من برا ما تبي. بس ان شاء الله انت تزوجني انا وعيسى بجيب لي طباخ من الهند. ان شاء الله يمه. اذا يبنا طباخ بنخليه عند امي هني يقعد يومين. يجاب لأمي بالمطبخ أمي تجاب له لين تعلم الطبخ الكويتي. شنو؟ لا والله أي أعلم الهندي ما أدري شنو شو هالحاجة اللي تقوله والله فاضي أنا لك. يما ذكري الله أنا قلت ما قلت شيء قلت تعلم منك يبقى أقوم أسوي شاي أحسن لي أنا. زمن أكبر والله زمن أكبر لما الريال يسوي كل شيء والمرأة ما تدري وين الله حاطها. شفتي هذا عيسى ولدي؟ شوفي انا معلمته كل شيء. ام صنعه انا ما حد يدري. علمته الطباخ، علمته الغزيل، علمته الكوي. علمته كل شيء، ما خلى شيء ما علمته. وإيه خوش عين خالتي كذي عطيتيني واحد فول اوبشن، خوش مواصفات ما عطيتني. لا والله؟ ليش قالوا لك سياره اهو؟ ها؟ بطلنا زين انت؟ ترى ولدي ما ارضى احد هنا. ها؟ يما ذكر الله ايش فيكم ما صار شيء ترى. لا اله الا الله انا ما قلت شيء ولا خالتي انت بس تبين تسوين هالمشاكل ترى انا قاعد غشمر معاك. يا يما الف من ذكره اسمعني زين ترى مرتك اللي انت حسس انا ما قلت شيء انا اللي بغيت اتكلم على شان مصلحتكم ترى. ها والله والله يا خالتي انا وحده تفهم وعاجل ومره كبيره ماني ياهل اعرف مصلحتي عدل. أقوم أسوي شاي أبرك والله ريلي يما ريلي. شفت أمك؟ شو رمسيها أبوي أنا آسف. وش حقه؟ ليش كل شوي قطع علي حجوة وتبيني مرة ثانية أي يبا ما أبي أي خلاص الشاي اللي تبي تسويه اشربه أنت وأمك. ما عليه شمور مرة كبر أمك ما عليك منها لا تحسين من كلامها. ما أبي خلاص شربتني سمع الغدا. تعالي مرة ثانية وما يطاقة بيتك بعد. أنا ليش يزعلون ويهدون ويقومون؟ أنا بروحي عاري.